لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة القمر في منزل الحب، بيديهم حالة من الحب ورومانسية. أشوف إنه مواليد الدلو هيكون عندهم طاقة عاطفية، وزي مبارح كمان عندهم طاقة بدنية لو عايزين يلعبوا رياضة، ولو عندهم أولاد يوم هايل إن هم يقربوا أكتر من أولادهم ويحققوا تفاهم أكبر معاهم.